يومك يا اخويا. دماغ يا صلاح. سلامتك يا حبيبي. نفوخ يا صلاح. معلش يا حبيبي اقعد يا اخويا. يا ريتك مت قبل ما تشوف اليوم اللي تبقى فيه كده يا عربي يا اخويا. يا ريتك تتص من سواق مقطوره سكران ما يعرفوا اللي امك من الحته. امال في السعد يا صلاح. معلش يا عربي يا اخويا ما تاخذنيش مش دارب نفسي من قلبي يعني وقلبي وكلنا عليك. بص يا عربي ركز معايا شويه يا اخويا. ها؟ ده حمامك وصابونك وفوتك وبشاكيرك وحلاقتك ومكنك ماشي؟ ماشي. وده مطبخك وحلالك وسكاكينك وبصلك وتوابلك وكفتتك وعيشتك كلها والناحية ده أوضة نومي وشبشبي وكوفرتتي والحافي واتغطى لما اتبرد. خلاص يا صلاح هتعرفني على بيتي. أنا فاكر كل حاجة كويس. آه صحيح أنت فاكر كل حاجة قبل الحادثة ومش هتفتكر حاجة بعد الحادثة. الدكتورة قالت كده. الدكتورة؟ دكتورة مين يا صلاح؟ دكتورة بطون اللي قابلناها واديتك الكارت بتاعها في جيبك. بطون الجمل. ايوه. انت عارف انا اللي حاسس في نفسيتها صلاح ان انا ناسي كل حاجه وفاكرك انت بالذات. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا مش عايز بقى اسيح في الحته على اللي جرى لي عشان صوره العرب. في ايه يا عم عرب الكلام اللي انت بتقوله ده يا عرب؟ ما تسخرناش يا اخي. ايه عرب الكلام ده يا عرب؟ معقوله كده يا عربي؟ استغفر الله العظيم يا رب. الو عم شحاته. ازيك يا عم شحاته؟ اه طبعا فاكرك. قالوا لك ان مخي اتفرمط. مين اللي قالك يا عم شحاته؟ صلاح. كده برضه يا صلاح تجيش تاخد اخوك اول يوم وخارج من المستشفى. ايه اللي حصل في الدنيا يا رجاله؟ يا رب يا رب استرها معايا يا رب. انا واحد مش فاكر اي حاجه خالص.